بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة السملات. خطأ ارتكاز السمل الرئيسي على الثانوي، بل يجب أن يرتكز السمل الثانوي فوق الرئيسي. لاحظ في الصورة يا باشمهندس إن السمل الرئيسي محطوط فوق السمل الثانوي، يبقى لازم نلاقي إن السمل الرئيسي هو اللي شايل الثانوي. يعني الصورة اللي قدامنا دي صورة غلط، لازم السمل الرئيسي اللي هو مربوط ما بين عمودين يشيل السمل الثانوي، اللي السمل الثانوي احد اطرافه متشال او محمول على سمل اخر او يرتكز على سمل اخر. يبقى الثانوي من فوق الرئيسي، والرئيسي هو السمل اللي ما بين الاعمده. طب لو في سملين متقاطعين مع بعض، يبقى السمل الاقصر يشيل السمل الطويل، السمل الرئيسي يشيل السمل الثانوي. طب هنا لاحظ يا باشمهندس ان في سمل رئيسي راح لعمود وفي سمل ثانوي، السمل الثانوي موجود تحت السمل الرئيسي، ده خطأ، لازم الثانوي يكون فوق السمل الرئيسي. الخطأ ده ما ينفعش يعدي في الموقع ويجب التحذير منه. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.